السلام عليكم. مصر بتعلن رسميا عن تقسيم الحدود البحرية مع ليبيا، إعلان طبعا بيثير حفيظة وغضب ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية الليبية. النهاردة أنا بتحدث عن حكومة بالنسبة لمصر هي حكومة غير معترف بها، رقم 2 هي حكومة منتهية الولاية، وبالتالي لما بتتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا فهي بالنسبة لمصر لا شيء. ولما تبص على بيان الشكب من قبل هذه الحكومة على عملية تقسيم الحدود التي أعلنت عنها مصر في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم 11 هذا الشهر، فانت أمام بيان بيوحي بأهمية وخطورة هذا الموضوع. اللي عايز أقول لحضراتكم أن أنت ممكن تعتبر رسميا أن هذا الخبر هو أهم خبر في عام 2022 بالنسبة لمصر. لما بتتكلم عن اكتشاف حقل النرجس ده خبر أكتر منه أهمية بمراحل، والنهاردة هقولك معلومات هتسمعها لأول مرة في هذه الحلقة، مش هتسمعها غير هنا، ممكن تسمعها بعد انتهاء الحلقة في مصادر أخرى، لأن الحقيقة النهاردة بنتحدث عن عملية تقسيمية مختلفة عن كل التوقعات السابقة أو عن كل أشكال الخرائط السابقة. النهاردة مصر بتكسب حدود جغرافية إضافية لها كانت محرومة منها خلال الفترات الماضية، يعني حصلت على حقك اللي كنت أو كان مسلوب منك بفعل فاعل أو حتى بدون فعل فاعل. النهاردة اللي بيحصل أنه بيان الشكب الليبي بيان محتاج أيضا ننظر إليه، لأنه بيان مهم جدا وبيوحي بأنه أنت تتحدث عن بيان ليس ليبي ولكن بيان تركي. النهاردة أنت بتضرب عدد من العصافير في أو بحجر واحد، يعني مش زي ما بيقولوا عصفورين بحجر واحد، لا ده أنت بتعمل أكثر من شيء وأكثر من ضربة بتوجهها لأكثر من طرف في وقت واحد. عايز أقول لحضراتكم أن مصر النهاردة كأنها منزل بتخلص حدودها مع كل جيرانها. خلصت مع حدودك في الشمال مع قبرص مع اليونان، النهاردة أنت عملت حدود بحرية رسمتها مع اليونان في 2020، حدودك مع قبرص رسمتها قبلها، حدودك مع المملكة العربية السعودية في 2016. بتتبقى فقط كده كانت حدود مصر مع ليبيا، وقامت مصر بترسيم حدودها مع ليبيا، وبتتبقى أيضا فاضل حوالي حدود مصر مع السودان فقط في البحر الأحمر. كل ده أنا بتحدث عن حدود بحرية لمزيد من الحصول على يعني الثروات الخاصة بك، لأن أنت النهاردة لا يمكن لأي شركة، مستحيل أنها كانت تيجي في منطقة متنازع عليها أو عليها خلاف ما بين جانبين. عايز أقول لحضراتكم النهاردة الموضوع له أبعاد تانية. في المقابل أو على الجهة الأخرى، الدولة المجاورة ليبيا بسبب عدم الاستقرار، الدولة دي النهاردة لم تقسم حدودها البحرية مع أي دولة من جيرانها الشمالية، بل بالعكس الدولة الوحيدة اللي رسمت لها حدود بحرية كليبيا معاها هي كانت تركيا اللي ما بتربطهاش بيها أي علاقة في حدود بحرية مشتركة. يعني دولة رسم حدود زي ما حضرتك شايف اتفاق أعلن عنه في 2019 لرسم حدود بحرية ما بين تركيا وليبيا، في حين أنه المنطقة اللي بتمر فيها الحدود البحرية المشتركة ما بين الجانبين أو اللي كانت بتقطعها تركيا كانت بتمر ملاصقة لجزيرة كريت اليونانية. فأنت هنا بكل الأشكال والطرق أمام ترسيم حدود بحرية تم ضربه في 2020 بالاتفاق المصري اليوناني. خد عندك بقى المعلومة دي، الصورة اللي حضرتك شايفها دي صورة الترسيم المزمع للحدود البحرية ما بين مصر وليبيا. شايف الخط اللي حضرتك شايفه شمال الحدود او شمال السلوم مثلا ما بين الحدود المصرية الليبية البرية، الخط لو بصيت هتجد انه مايل شوية ناحية الحدود المصرية، يعني كأنه مش مستقيم، ده بيتجه ناحية اليمين. تعال نشوف الخط الجديد اللي اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرجل ده عمال يرسم خطوط، وعشان كده في الشيء الايجابي لازم نشيد بهذا الرجل، لانه حضرتك لا تتصور ان تتكلم على اي شيء. احنا النهارده بنتحدث عن كل شيء سواء ايجابي او سلبي، لكن لما تيجي على هذه العمليه تحديدا انا هضع لك الموضوع بالمقارنات. شفت حضرتك الرسمه او الخريطه او الخرائط المزمعه او المعلن عنها سابقا لشكل الحدود ما بين مصر وليبيا. تعال بقى نشوف الوضع الجديد في الحدود البحريه ما بين الجانبين. وضع يشرف، وضع يفرح لما بتتكلم عن هذا المنظر اللي حضرتك شايفه. قارن بين الشكلين، قارن بين الوضعين. شكل كنت فيه ماخوذ منك مثلث بياكل منك مئات الكيلومترات وممكن يصل الى 1000 كيلومتر من حدودك البحريه، وشكل اخر بيرسم الحدود بما يتماشى مع شكل الحدود البريه بين الجانبين. نوضح اكتر الموضوع. بالنسبه لحدود مصر البريه مع ليبيا فهي طولها حوالي 1094 كيلومتر، بيقولوا البعض انها 1049 ولكن انا هقول 1094 بحسب اخر ارقام قارئها. لو نزلت من البحر المتوسط شمالا في اتجاه الجنوب لمده او لمسافه 290 كيلومتر،
هتجد ان خط الحدود غير مستقيم ما بين مصر وليبيا، يعني الخط بينزل من منطقة بريدة او المساعد اللي في ليبيا وينزل شوية في اتجاه الجنوب الغربي، وبعدين يتجه ناحية الجنوب الشرقي، وبعدين يروح ناحية الجنوب الغربي، يعني متعرج. التعرج ده بيصل لمسافة 290 كيلومتر. بعد ال 290 كيلومتر بيفضل ماشي 804 كيلومتر، يعني موازي او على خط طول 25 شرقا. وده معناه ان الحدود المصرية الليبية في جلها او في اغلبها هي حدود مستقيمة تتماشى مع الاتجاه الشمالي الطبيعي لكلتا الدولتين. النهاردة بقى لما نيجي نقسم الحدود البحرية المشتركة بين الدولتين، هل احنا نراعي هذا الخط ولا نحيد عنه ونمشي مع الشكل او الجزء الصغير اللي في اتجاه الشمال؟ الاخوة في ليبيا عايزيننا نتجه ناحية الشرق شوية، يعني لما ندخل في البحر ندخل في اتجاه الاراضي المصرية او ندخل شمال شرق، ما نمشيش عدل بما يوازي خط الحدود المشترك بين الجانبين. انت عملت ايه كدولة مصرية؟ قسمت حدودك بناء على رقم واحد 12 ميل بحري من التماس مع اليابس في اتجاه الشمال الشرقي، ده تماشيا مع المنطقة اللي هي الجنوبية من او المنطقة الشمالية من الحدود اللي فيها تعرج زي ما قلت حضرتك، تحديدا من المنطقة اللي هي الخاصة بجنوب السلوم في اتجاه حوالي 12-13 كيلومتر في اتجاه الجنوب. فانت اتجهت شمال شرق من النقطة 1 لغاية النقطة 8، وبعدين مسكت من النقطة 8 في اتجاه الشمال بما يوازي خط طول 25 شرقا، وهنا انت مشيت دايركت مباشر لغاية ما وصلت على نقطة التماس الثلاثية اللي موجودة ما بين حدود مصر ليبيا اليونان. اتمنى يكون الكلام واصل لحضراتكم. يبقى ببساطة جدا، انت كنت هتفقد مثلث هيضيع عليك فيه ثروات هيدروكربونية في منطقة خصبة غزيرة الانتاج من الغاز، منطقة متوقع فيها ان يكون فيها احتياطات ضخمة من الغاز، وانت كل سنة يعني انت النهاردة استهلاكك من الغاز الناس مش مدركة كم الاعتماد المصري على هذا الغاز، ومش مدركة اللي بتدفع ثمن النهاردة ليبيا بسبب عدم الاستقرار. المواطن المصري اتمنى يكون فاهم ان احنا في دولة النهاردة بسبب الاستقرار اللي احنا فيه قدرنا نكتشف حقل ظهر. ممكن الاشقاء في ليبيا يكون عندهم حقل ظهر واثنين وثلاثة، بس بسبب عدم الاستقرار مش قادرين يكتشفوه. فالنهاردة انت قدرت تكتشف حقل ظهر وحقول اخرى في مناطق مصر الاقتصادية بسبب تقسيم حدودك البحرية مع جيرانك اللي الناس كان بيعترض على بعضها ويقولك انت فقدت جزء هنا وضيعت جزء هناك. تعال قول لي بقى انت النهاردة اللي كنت معترض لما اخدت هذا الجزء بحدودك البحرية مع الجانب الليبي، هتطلع تشيد وتمدح بعودة هذا الجزء للأراضي المصرية اللي كان مفقود وكان يعتبر غير موجود معاك، ولا هو يعتبر موجود معاك ولا هو يعتبر موجود مع ليبيا، هي منطقة كده ضايع فيها الثروات على ده وده. فانت هنا عملت التقسيم بما يوازي خط الحدود البرية. خلينا لحضراتكم ان انت اساسات التقسيم، هناك تقسيم ب يعني جهتين متقابلتين زي احنا واليونان واحنا كمان والجانب الاخر اللي هو قبرص. انت بتقسم بتيجي على منطقة المنتصف وبتاخد النقطة وبتقيس 5 كيلو شمالا 5 كيلو جنوبا، وبتقيس بقى بالاتجاه بعدها 5 وبعدها 5 في اتجاه الجنوب لغاية ما توصل لانه يكون في مناصفة بين الاتجاهين، طبعا مع مراعاة اتجاه الانحراف او اتجاه اليابس في نقطة تماسه مع البحر، طبعا مش متساوية السواحل عندنا، يعني اتجاه دمياط مش او شمالا في دمياط مش هتكون زي الشمال في بورسعيد، مش هتكون زي الشمال في اسكندرية في مناطق طلعة ومناطق نازلة. نفس الموضوع في قبرص، في مناطق جنوبية في قبرص شوية ومناطق طالعة لفوق شوية، كل المناطق دي بتراعيها. عشان كده هتجد ان حدودك الاقتصادية مش خط واحد دايركت كده بالعرض، لا ده انت هتجد الخط ده طالع شوية ونازل شوية، ده بسبب تعرجات اليابس في الجهة المقابلة وتعرجات اليابس عندك. نفس الامر بالنسبة للاتجاه الغربي او الاتجاه الشرقي. هقول لحضرتك معلومة يا ريت نركز فيها، لما تبص على حدودك الشرقية تقسيمك لحدودك البحرية مع فلسطين المحتلة اللي هي النهاردة اسرائيل، هل خط الحدود ما بيننا وبين اسرائيل ماشي عدل كده ولا منحرف ناحية الشمال؟ بالتأكيد هو منحرف ناحية الشمال. لما كنت تنظر واشرح لحضراتكم الجزئية دي، لما كنت تنظر للتقسيم القديم او للرؤية والتصور القديم مع الحدود مع ليبيا كنت هتجد الشكل عامل كده، اتجاه فلسطين عامل كده واتجاه ليبيا عامل كده. النهاردة اتجاه فلسطين عامل كده
واتجاه ليبيا عامل كده. طيب ليه اتجاه فلسطين عامل كده ومش عامل كده؟ ما احنا برضو بنتكلم عن الحدود الخاصة البرية اللي بتعتبر الحدود البحرية امتداد ليها. اوضح اكتر، بص على شكل الحدود ما بين مصر وفلسطين المحتلة اللي هي الوقت اسرائيل. هل الحدود عدل مع اتجاه الشمال مباشر ولا بتميل شوية ناحية الشمال الغربي؟ بالتأكيد بتميل ناحية الشمال الغربي، ده هيراعى في اتجاه الحدود البحرية. اما بالنسبة للحدود مع ليبيا، فهي حدود عدل ولا بتميل ناحية الشمال الشرقي؟ هي اتجاه مباشر عدل، ما عدا بعض التعرجات اللي كلمت حضراتكم عنها بتروح شمال وتروح يمين شوية، لكن الحدود في تماشيها وفي اغلبها هي حدود مع خط طول 25 شرقا. النهاردة زي ما قلت لك لازم تكون عارف ان انت موجود في منطقة اقتصادية مهمة جدا وفيها ثروات هامة للغاية، ولا يمكن انك تسمح بضياع حقوقك في هذه المنطقة. والدليل ان احنا لما قسمنا طلع لنا الثروة الخاصة بحقل ظهر اللي من غيره كنا هندفع مليارات المليارات من الدولارات في العام عشان نعوض الطاقة اللي بتطلع منه. والنهاردة زي بقولك مصر النهاردة بحسب دكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق بتستهلك من 2.7 ل 3 تريليون أدم مكعب غاز في السنة. يعني النهاردة حقل النرجس اللي موجود في شمال سيناء أو اللي تم اكتشافه شمال العريش قبل أيام، هذا الحقل بالتلاتة تريليون احتياط اللي فيه يقضي مصر لوحده كده سنة استهلاك محلي في مصر سنة واحدة. فمعنى ده انك لما بتكتشف حقول انت بتعوض الفاقد او نقص الانتاج. ما هو كل عام عن عام المفروض ان في هالك او نقص في الانتاج بسبب الاستهلاك المتزايد من الثروات الهيدروكربونية او من الغاز، ومحتاج معاه مزيد من الاكتشافات تعوض الفاقد وتؤمن احتياجات الاجيال القادمة المستقبلية. عملية شوية فيها توازن، وقلنا لحضراتكم في حلقة سابقة ان احنا انتاجنا من الغاز قل خلال الاشهر القليله الماضيه، وده بسبب عوامل خاصه بعمليات استخراج الغاز من الحقول المصريه. القله دي لازم معاها تكتشف اكتشافات جديده، 3 من هنا 2 من هنا 5 من هنا، هتقدر بالاكتشافات دي تزود وتعيد التوازن في الانتاج، وممكن كمان تزود الانتاج وتؤمن احتياجات المستقبل. النهارده اللي بيحصل ان ليبيا لم قسمها حدودها مع ايطاليا، ولم قسمها حدودها مع مالطا، ولا مقسمها حدودها مع اليونان، ولا عايزه تقسم مع مصر، ولا مقسمها مع تونس، ولا مقسمها مع اي دوله في البحر معاها. النهارده ليبيا بتقول انا بحترم حقوق مالطا او الجرف القاري لمالطا والجرف القاري لايطاليا والدول المجاوره، لكن في الحقيقه مفيش تقسيم. فين ثرواتك؟ مش قادر تنقب عنها نتيجه لعدم قدرتك على التقسيم، نتيجه لعدم الاستقرار. انا ذنبي ايه كدوله مصريه ادفع ثمن عدم الاستقرار؟ انا ذنبي النهارده تركيا تملي عليا شروط. النهارده الموضوع بيضرب كمان، خد بالك انه الموضوع لأبعاد تانية. البعد التاني في هذا الموضوع انه لما احنا بنتكلم على انه لو كانت الحدود بالشكل المزمع او الشكل التصور السابق اللي هو اي ناحية الشمال الشرقي، كانت هنا انت ما بتتدخلش مع التقسيم التركي الليبي. يعني كان الموضوع بعيد عنك شوية، النهاردة انت داخل في عمق التقسيم التركي الليبي. يعني الحدود الليبية اللي كانت مزمعة خلال هذا التقسيم التركي الليبي اللي وقع في 2019، هذه الحدود داخلة في اتجاه الشمال الشرقي. طيب مين يقول هذا التقسيم؟ لماذا الحكومة الليبية اللي بتسمى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية الولاية بتبرر لنفسها هذا التقسيم وهذا الاتفاق اللي في حدود ليبيا شاطحة في اتجاه الشمال الشرقي فوق شمال مصر، وكمان متجهة ناحية جزيرة كريت اليونانية؟ يعني انت ما احترمتش حتى الحدود الخاصة بالجرف القاري المصري، وبتقول النهاردة ان مصر بتدعي، عاملين بيان قوي بيتهموا في مصر بانها تدعي احترام حقوق الجيران، وهي دولة بتنتهك حقوق الجيران، وبيهددوا كمان بالاتجاه لمجلس الامن لحل هذا النزاع اللي بيصفه بانه نزاع وفقا للمادة 33. النهاردة ليه برروا نفسهم انهم يدخلوا في الحدود او في اتجاه الشمال الشرقي وما احترموش الحدود المشتركة مع مصر ولا حتى حدود الجيران في الشمال مع اليونان؟ كيف تستطيع تركيا او كيف تستطيع ليبيا انها تقسم حدود مع اليونان بهذا الشكل؟ الحقيقة هم بيضيعوا على نفسهم يعني اكتشافات في البحر المتوسط لا يمكن لاي شركة من الشركات انها تنقب في اعماق او في العمق الشمالي للمياه الاقتصادية الليبية بهذا الشكل، انهم بيثيروا غضب وحفيظة الجيران سواء بتكلم على الجانب اليوناني او حتى الجانب الايطالي. ما هي اليونان النهارده اللي قسمت حدودها البحرية مع مصر في 2020 في نفس العام كانت مقسمة حدودها البحرية مع ايطاليا في عام 2020، وبالتالي الطرف اليوناني والايطالي مشتركين في نفس وجهة النظر. ولما انت كليبي هتقسم حدودك مع تركيا فانت بتضرب في اليونان وبتضرب كمان في ايطاليا اللي انت بتقول بحترم الجرف القاري الخاص بها. يعني العملية معقدة جدا. ليبيا النهاردة كدولة في مأزق، الشعب الليبي يدفع تمن ليه؟
تناحر فئات مختلفة، خاصة الحكومات اللي بتيجي ولا تريد أن تترك منصبها لأنها موجودة في ترابلز وليها حماية مفروض عليها من قبل تركيا، ليها إملاءات عليها من قبل تركيا. عشان كده أنا معرفش تركيا أخرجت أو طلعت بيان بشجب الإعلان المصري ولا لا، ولكن خليني أقول لك الإعلان المصري بيقول إيه، لأنه إعلان مهم جدا. بيقول في المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في 11 ديسمبر إنه البحر الإقليمي المصري يبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية من نقطة واحد ولمسافة 12 ميل بحري وصولا للنقطة رقم 8 اللي هي الرسمة اللي أنا وضحتها لحضراتكم، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرقا اللي هو خط طول 25 شرقا وصولا إلى النقطة 9 والموضح إحداثياتها بجدول وفقا للمرجع الجي دي سي اللي هو WGS 84. المادة الثانية، طبعا ده المرجع عام حضراتكم، المادة الثانية تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة وفقا للقرار رقم 595 لسنة 2022 قرار السيد رئيس الجمهورية. النهاردة القرار طبعا يتيح لشركات النفط والغاز العالمية أنها تنقب عن الغاز في هذه المنطقة اللي فيها احتياطات مزمعة مهمة جدا، منطقة طمع النيل ودي المنطقة اللي في شمال الدلتا اتجاه بقى اليمين والشمال واللي فيها ثروات كبيرة جدا من الغاز وبتعتبر موضوع على الخريطة العالمية، منطقة شرق المتوسط اللي فيها احتياطات النهاردة بتتجاوز 200 تريليون أدم مكعب من الغاز. تعال نشوف بقى البيان الليبي. بيقول تبعت وزارة الخارجية الليبية القرار الرئاسي المصري الصادر بتاريخ 11 ديسمبر والذي يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر بما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا، وهو يعتبر ترسيما غير عادلا بموجب القانون الدولي لإعلان من جانب واحد أو لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدود البحرية أو خط الحدود البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لمصر وليبيا، ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن نية لمخالفته كل ما تدعي مصر في كل المحافل الدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تؤكد ليبيا أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات. الفكرة هنا أنه مصر لا تعترف به الحكومة اللي موجودة في ليبيا، وهي حكومة بتعتبر بالنسبة لمصر منتهية الولاية، فكيف ستتفاوض مع شخص لا تعتبره أو ولاية لا تعتبرها شرعية على الدولة. المهم بيقولوا كمان تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة. وبهذا الصدد تنبه وزارة الخارجية بأنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات. يعني هما بيقولوا انه ممكن يبقى في مفاوضات ما بين مصر والبي، وانا لا اعتقد ان تتم او ان يتم مفاوضات ما بين مصر وحكومه غير معترف بها. بيقولوا كمان تقدر الاشاره الى ان ليبيا لديها باع طويل بهذا الخصوص في احترام التزاماتها وقضيه الجرف القاري بين ليبيا والجاره تونس وكذلك مالطا في الفتره الماضيه. وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فإن ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور بالكامل، وتحث الحكومه المصريه على النظر في اطلاق المحادثات حول الحدود البحريه مع حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، يعني عايزين يتفاوضوا بشأن هذا الأمر. الحدود دي مشكلة أو مسألة كبيرة جدا ومحتاجة شرح في حلقات قادمة. حدود مصر البرية مع ليبيا اللي كانت يعني تعتبر حدود استعمارية بالأساس. النهاردة بس حبيت أوضح هذا الموضوع فيما يتعلق بالحدود البحرية، أما بخصوص الحدود البرية فيكون لها إن شاء الله حلقة قادمة، لأنه البعض يتحدث عن منطقة جغبوب أو واحد جغبوب. هل مصر قامت بأنها ضمت هذه المنطقة ولا لا؟ الحقيقة هذه المنطقة ما عنديش إضافات أو أخبار جديدة في تحديث هذه المنطقة، ولكنها منطقة بحكم الواقع الآن فهي جزء كبير منها تابع لليبيا. في النهاية بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.